الهداف التاريخي للشامبيونز ليج الأوروبي، وهو الذي أصبح هدافا في دوري أبطال أوروبا 7 مرات، اليوم في دوري أبطال آسيا ومع النصر وفي قائمة شباب الأهلي في مباراة اليوم. ماجد ناصر في حراسة المرمى، ثم سعيد سلمان يلعب كرة لماني، يمرر كرة لتاليسكا، خطيرة والتصويب قوية وكرة هنا، كرة هنا لتاليسكا، لكن في وسط المرمى في المكان الذي يتواجد فيه ماجد ناصر لأن تكون الكرة الأولى الخطيرة، الكرة الأولى الخطيرة أخر فيها، راحت إلى ضربة زاوية الآن عند بروزوفيتش على يمين ماجد ناصر، تلعب الكرة عرضية ومحاولة خطيرة وكرة الهدف الأول، الهدف الأول، نعم تاليسكا يسجل هدف نصراوي أول، النصر يفتتح التسجيل برأسية تاليسكا الغائب يحضر، تاليسكا الغائب يحضر في مباراة اليوم ويسجل هدف نصراوي أول، كرة جميلة ورأسية في المرمى مباشرة، في المرمى مباشرة على يمين ماجد ناصر، هدف نصراوي، شوف الكرة ورأسية، رأسية تاليسكا في المرمى، في المرمى، في المرمى، لأن يتقدم النصر بالهدف الأول 1-0 من الكرة الثابتة. نعم تاليسكا حضر في الوقت المناسب. يحاول شباب الأهلي أن يعود للمباراة، يحاول أن يعود، وكرة تقطع خطيرة جدا عند دبور، وفرصة وخطيرة أمام المرمى، هدف تعادل جول تعادل، شباب الأهلي يعود للمباراة بسرعة، يعود ويسجل التعادل، مشاكل في دفاع النصر واضحة، وهدف تعادل لمصلحة شباب الأهلي بتعادل إيجابي 1-1 وسط احتجاجات كريستيانو ولاعبي النصر على لقطتين كانت صعبة وكانت فيها مطالبة بركلة جزاء، واحدة لمست يد والثانية كانت إعاقة لكريستيانو، لكن لم يحتسب الصيني أي شيء، وبالتالي الشوط الأول انتهى بالتعادل 1-1 بين النصر وشباب الأهلي في المباراة الإقصائية في دوري أبطال آسيا. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، نهاية الشوط الأول، انتظرونا في شوط المباراة. استمر اللعب وانتهى الشوط الأول 1-1 فيما بين الفريقين. الشوط الثاني ينطلق الآن، والنصر يأمل لأن يكون شوطا مثاليا. تاليسكا يرسل كرة طويلة إلى الأمام، طويلة وبعيدة على ساديو ماني، الكرة الأولى راحت إلى يد حارس المرمى ماجد ناصر، تلعب كرة عند رينان من لمسة خطيرة وصعبة للغساني، ينطلق الغساني خطيرة، هدف ثاني لشباب الأهلي، جول ثاني، الغساني ينطلق في كرة ويتخطى الكل ويصل للمرمى ويسجل هدف ثاني لشباب الأهلي، هدف ثاني مرة من أمام عالف تيل وسجل الثاني، تقدم شباب الأهلي بطريقة غريبة وعجيبة، شوف الانطلاقة، شوف السرعة والتدخل من عبد الإله العامري لم يكن موفقا، عالف تيل لم ينجح في اللحاق بالغساني، تقدم وصوب وسجل بطريقة رائعة وجميلة، يا سلام يا فنان الغساني يحيى حط الكرة وسجل لشباب الأهلي هدف ثاني، 2-1 لشباب الأهلي، لم يستطع آلف تيل أن يوقف الغساني وبالتالي يتفوق شباب الأهلي بالهدف الثاني، لأن الآن تصبح المباراة أصعب على النصر، المباراة بتكون صعبة على النصر، كرة تسري أمامية، آلف تيل
خطأ لألفتيل، خطأ لمحمد ألفتيل. لعبة الكرة ليبدأ صليهم في وسط الملعب، يتقدم في كرة إلى الأمام تاليسكا مع صليهم في محاولة نصراوية للتقدم إلى الأمام. بروزوفيتش الآن يمر، بروزوفيتش ويحاول يبحث عن كرة كريستيانو، يمر الكرة للغنام، طلاقة سريعة وتمريرة وبروزوفيتش وتاليسكا، كرة بعيدة. على فرصة، على فرصة، على فرصة نصراوية. تاليسكا على غير العادة، على غير العادة، راحت كرته، راحت كرته ومرت سليمة على مرمى الشباب الأهلي. راحت الكرة إلى ضربة مرمى، كريستيانو مرت، وصلت عرضية ورأسية وهدف، جول نصراوي، جول نصراوي ثالث. تاليسكا، تاليسكا، الله يا نصر، الله يا نصر. تاليسكا عالية وكريستيانو أمام فرصة، كريستيانو يتقدم، يحاول، ما زالت متاحة لكريستيانو، يمرر لبروزو وبروزو، بروزو، 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 خلص النصر.